الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بكم طلابنا الأعزاء في مجمع المدارس الفلسطينية في دولة قطر مع شرح دروس منهاج مادة التربية الإسلامية للصف التاسع، الفصل الدراسي الأول. الدرس الذي بين أيدينا هو من وحدة القرآن الكريم، وهو الجزء الثالث من سورة محمد من الآية 25 إلى الآية 38. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على تلاوة سورة محمد تلاوة سليمة، تفسير المفردات والتراكيب الواردة في الآيات، تعديد أسباب ضلال المنافقين، بيان الحكمة من ابتلاء الله تعالى للمؤمنين، توضيح أسباب علو المسلمين وعزتهم، استشعار فضل الإنفاق في سبيل الله، واستنباط بعض العبر والعظات المستفادة من الآيات الكريمة. نستمع طلابنا الأعزاء إلى هذه الآيات المقررة معنا في هذا الدرس إلى أحد القراء، ثم بعد ذلك نأخذ بعض المفردات والتراكيب الواردة في الآيات، ثم نشرع في شرح هذه الآيات. نستمع الآن إلى هذه الآيات من أحد القراء المتقنين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بعد أن استمعنا طلابنا الأعزاء لتلاوة هذه الآيات، ننتقل الآن إلى معاني مفردات والتراكيب.
سول لهم أي زين لهم، يخرج أضغانهم أي أحقادهم الشديدة على الإسلام والمسلمين، ولتعرفنهم في لحن القول، لحن القول أي الكلام الذي يقصدون به الإساءة دون تصريح، نبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها، يتركم أعمالكم أي ينقص ثواب أعمالكم، يحفكم أي يلح عليكم في الطلب. الآيات التي أمامنا طلابنا الأعزاء لو تأملناها وقلنا ما الذي تتحدث عنه هذه الآيات؟ هذه الآيات تتحدث عن أسباب ضلال المنافقين وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، حيث تفضح الآيات المنافقين الذين رجعوا إلى الكفر والضلال بعدما شاهدوا من الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهدوا على أن الإسلام هو الحق، وأن هناك أسبابا كثيرة دفعت هؤلاء إلى النفاق فأدت إلى إحباط أعمالهم. فمن أسباب ضلال هؤلاء المنافقين أولا تزيين الشيطان لهم الكفر والأفكار الضالة والإصرار على المعصية وتحبيبها إلى نفوسهم فاستجابوا لوسوسته. ثانيا من أسباب ضلال المنافقين إملاء الشيطان لهم وتمنيه لهم الأماني ووعده إياهم بطول العمر في الحياة الدنيا. كذلك من أسباب ضلال المنافقين تأثرهم بالكفار وأهل الكتاب الذين يطعنون في الدين ويشوهون ما أنزل الله على رسوله ويكرهون تطبيقه في الأرض. كذلك من أسباب ضلال المنافقين طاعتهم للكفار أو طاعة بعض المنافقين للكفار في استحسان استبدال الشريعة أو استبدال بعضها بالأحكام الوضعية التي وضعها البشر وتطبيق هذه الأحكام الوضعية. لماذا؟ من أجل تحقيق مصالح ومنافع شخصية. وقد توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين كرهوا ما أنزل الله وأطاعوا الكفار، توعدهم بإحباط أعمالهم وبعذاب مخزن عند قبض أرواحهم، وأن يكونوا على أسوأ حال حيث تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، كما توعدهم الله تعالى بكشف أسرارهم وأحقادهم وفضحهم. فقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أن لن يفضح الله سبحانه وتعالى أحقادهم التي توجد في قلوبهم السوداء، بل إن الله تعالى سوف يفضحهم. ثم يكشف الله تعالى عن رحمته بخلقه وستره على عباده أنه لم يظهر أشخاص المنافقين لرسوله مع قدرته على ذلك، أي لم يظهرهم بأسمائهم، إلا أنه سبحانه مكن رسوله من معرفة صفاتهم من خلال فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم ولحن كلامهم. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سؤال طلابنا الأعزاء: ما الحكمة من ابتلاء الله تعالى المؤمنين؟ قال الله عز وجل: ولنبلونكم، أي نختبرنكم ونمتحنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى يختبر عباده المؤمنين بما يشاء من ابتلاءات، يختبرهم بالغنى والفقر، بالصحة والمرض، يختبرهم بالتكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، هل سيطبقونها أم لا يطبقونها. وهذا الاختبار لحكم كثيرة. من هذه الحكم لابتلاء الله تعالى للمؤمنين: أولا تمييز المؤمنين الصادقين عن غيرهم من المنافقين وضعاف الإيمان. ثانيا تمييز المجاهدين بأنفسهم وأموالهم عن غيرهم من المنافقين والمتخاذلين. كذلك من حكمة ابتلاء الله تعالى لعباده المؤمنين تكفير الذنوب ومحو السيئات ورفع الدرجات في الآخرة،
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمريض عند زيارته، والمرض ابتلاء، يقول له: طهور إن شاء الله. كذلك رابعا من حكم ابتلاء الله تعالى للمؤمنين تمييز الصابرين عن غيرهم، إذ إن المؤمن يصبر عندما يصاب بالشدائد والمصائب. لماذا يصبر؟ لأنه يؤمن بقضاء الله تعالى يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويؤمن بأنه يؤجر على المصيبة فيصبر عليها ويحمد الله تعالى ويسترجع. أما ضعيف الإيمان فإنه يجزع عند المصيبة لضعف إيمانه. كذلك من حكم ابتلاء الله تعالى للمؤمنين تقوية صلة العبد بربه عز وجل، إذ يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد ليمتحن إيمانه ويدفعه إلى التوجه إليه وحده بالدعاء. ننتقل الآن إلى الآيات التي بعدها والتي تتحدث عن بطلان أعمال الكفار، وهي الآيات التي أمامنا تتحدث عن بطلان أعمال الكفار، حيث توعد الله تعالى الكفار الذين يمنعون الناس من الدخول في دين الله ويطعنون فيه ويحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفونه من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين، يتوعدهم بماذا؟ بإبطال ثواب أعمالهم والانتقام منهم، وأنهم لن يفلتوا من عذاب الله تعالى، كما بين سبحانه أن الكفار لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا من قبضته، فمصيرهم الخلود في النار إن خرجوا من هذه الدنيا من غير توبة وماتوا مصرين على الكفر. ثم يأمر الله تعالى المؤمنين بالتمسك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يبطلوا أعمالهم بموالاة الكفار أو المنافقين أو الإنفاق أي الصدقة رياء ومنا وأذى. رياء أي ينفق الصدقة من أجل السمعة الحسنة عند الناس حتى يقول الناس عنه أنه جواد وأنه كريم، أو ينفق الصدقة ويمن على الفقير: أنا الذي أغنيتك وأنا الذي أعطيتك المال وأنا كذا وكذا، فيمن عليه وهذا، وبذلك يؤذي هذا الفقير، فهذا الأمر يبطل أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. سؤال طلابنا الأعزاء: ما أسباب استعلاء المؤمنين وعزتهم كما ورد في الآيات من سورة محمد؟ قال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أثبت الله هنا أن العلو سيكون للمؤمنين، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعماله. فالله سبحانه وتعالى جعل العزة للمسلمين لعدة أسباب، من هذه الأسباب بسبب إيمانهم بالله تعالى، فالمؤمن لا يجبن بل يشعر بالقوة وإن كان لا يملك شيئا. لماذا؟ لأنه يستمد القوة من الله تعالى وحده ويتوكل عليه. كذلك من أسباب عزة المسلمين وعلوهم اعتزازهم بالله تعالى، فالمؤمن عزيز. لماذا؟ لأنه يستمد العزة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالمؤمن لا يذل ولا يهون ولا يدعو الأعداء إلى الصلح والسلام عن ضعف أو عجز عن محاربتهم، إنما يسالمهم ويدعوهم إلى الصلح إن رأى أن في الصلح مصلحة للأمة الإسلامية. كذلك من أسباب علو المسلمين طلب النصر من الله تعالى، فالمؤمن يعتز بالله ويثق بنصره له، فلا يدعو سواه ولا يطلب النصر إلا من الله عز وجل، لأنه يعتقد أن النصر بيد الله وحده. أما الكفار فإنهم يدعون غير الله ويطلبون النصر من غيره سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب علو المسلمين وعزتهم صبر المؤمن وثباته على الدين، فإن المؤمن إذا أصيب بجراح أو نال العدو منه شيئا صبر وثبت على إيمانه واحتسب الأجر عند الله تعالى، لأنه يؤمن بأن الله تعالى سيثيبه على صبره وثباته ولن ينقصه من أجره شيئا، فإنه سبحانه أعدل العادلين.
الآيات التي بعد ذلك في نهاية السورة تتحدث أو تدعو المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وتحثهم على ذلك. الآيات التي أمامنا لو تأملناها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيحث الله تعالى هنا المؤمنين على الجهاد والإنفاق في سبيله، ويحذرهم من انشغالهم بالحياة الدنيا عن ترك الجهاد والإنفاق في سبيله، فإن الحياة الدنيا تخدع من ينشغل بها، وعلى المؤمن أن يطيع أوامر الله ورسوله فيها ويجتنب معاصيه. لماذا؟ حتى ينال الأجر والثواب يوم القيامة. والله تعالى يحث المؤمنين أن ينفقوا بعض أموالهم تخفيفا لهم وتيسيرا عليهم، ولم يطالبهم سبحانه أن ينفقوا كل أموالهم. لماذا لم يطالبهم أن ينفقوا كل أموالهم؟ لأنه لو ألزمهم بإنفاق جميع أموالهم لبخلوا وامتنعوا عن النفقة وظهر بخلهم وشحهم. فمن كمال رحمته بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم يبين الله تعالى أن من يبخل ولا ينفق في سبيله فإنما يبخل عن نفسه ويضرها ويعرضها للعقاب يوم القيامة. ويبين تعالى أنه غني عن العباد لا يحتاج إلى أموالهم، فهو الذي أصلا منحهم هذه الأموال. فالإنسان وما يملكه من أموال وعقارات وما إلى ذلك كله ملك لله عز وجل. فالله تعالى هو الذي منح هذه الأموال للناس ورزقهم إياها، وهم فقراء محتاجون إلى رزقه ورحمته ومغفرته. فلماذا إذن أيها الإنسان تبخل بالنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ في نهاية هذا الدرس طلابنا الأعزاء، نستطيع أن نستنبط العديد من الفوائد من هذه الآيات الكريمة من سورة محمد. من هذه الفوائد: أولا، أن المؤمن يتعظ من سوء مصير المنافقين يوم القيامة. كذلك المؤمن يستعلي بإيمانه ويعتز بدينه. كذلك من هذه الفوائد أن المؤمن يستثمر الحياة الدنيا في طاعة الله تعالى وترك نواهيه. ننتقل طلابنا الأعزاء إلى حل أسئلة التقويم. السؤال الأول: أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. أولا، يستحسن المنافقون استبدال بعض الأحكام الشرعية بأحكام من وضع البشر، طبعا العبارة صحيحة. ثانيا، يستمد المؤمن القوة من الله تعالى وحده، العبارة صحيحة. ثالثا، إبطال ثواب الأعمال لمن شاق الرسول مختص بالكفار فقط، طبعا العبارة خاطئة، الكفار وغير الكفار، كل من شاق الرسول من منافقين وكفار وغيرهم فإن عمله يبطل. رابعا، من حكم الابتلاء دفع المؤمن إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء، طبعا العبارة صحيحة. السؤال الثاني، أعلل ما يأتي. ألف، يصبر المؤمن عندما يصاب بالشدائد والمصائب. لماذا؟ لأنه يعلم أن المصيبة يثاب عليها لو صبر، يؤجر على هذه المصيبة لو صبر عليها. باء، أعلل عدم إلزام المؤمنين إنفاق كل أموالهم في سبيل الله. الجواب: لأنه سبحانه لو ألزمهم بإنفاق جميع أموالهم لبخلوا عن النفقة. السؤال الثالث، أذكر ثلاثا من حكم الابتلاء للمؤمنين. من هذه الحكم ذكرنا منها: تمييز المؤمنين الصادقين عن غيرهم من المنافقين، كذلك تمييز الصابرين عن غيرهم، كذلك تكفير الذنوب ومحو السيئات ورفع الدرجات في الآخرة، كذلك من هذه الحكم تقوية صلة العبد بربه عز وجل. السؤال الرابع، يتجه الكافر في طلب النصر إلى غير الله تعالى، وضح ذلك. الجواب: لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في هذا الادعاء.
إلى هنا طلابنا الأعزاء نصل إلى ختام هذا الدرس، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.